الراجل ده قاعد على القنبلة في الكرسي اللي تحت منه، ولو أمن عليها هتتفجر بيه هو وعياله. يا ترى هيعمل ايه وهيتصرف ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في فيلم في حدود. خليكم معانا. دالي موظف كبير في بنك، ودي مراته ودول ولاده. بيصحى ليه من النوم ويلبس هدومه وياخد عياله عشان يودوهم مدرستهم قبل ما يطلع على شغل. وهما في العربية بنته بتقول له ايه الريحة الوحشة دي؟ أنا أخوها ردد عليها وقال لها دي ريحة زراتك. والله قال لها كده. وهما ماشيين بالعربية بيسمع تليفون بيرن، فبيقول لبنته رد على تليفونك، قالت له ده مش تليفوني. بيسمع الصوت جاي من تابلوه العربية، بيفتح باب التابلوه بيلاقي تليفون بيرن، بيقول لبنته هو ده تليفون أمك؟ بتقول له لا. بيرد على التليفون بيلاقي واحد بيكلمه وبيقول له في حاجة مهمة لازم تعرفها، وقبل ما يكمل كلامه قفل السكة فوق. بيبص على التليفون بيلاقي صورة مراته وولاده خلفية، وكان مركز قوي مع الصورة لدرجة انه كان هيخبط واحد. التليفون رن تاني ورد عليه. المتصل قاله انه في قنبلة تحت الكرسي اللي انت قاعد عليه، هتنفجر لو نزلت من العربية. بيستهزأ بكلامه ويقوم قافل السكة في وشه المرة التانية. بيروح البنزين عشان يحط بنزين في العربية، واول ما بيفتح الباب عشان ينزل التليفون بيرن. بيرد عليه والمتصل بيقول له انت مش ملاحظ ان في ريحة غريبة في عربيتك؟ لما المتصل بيقول له كده بيخاف ويقفل الباب بيقول له انت عايز ايه؟ المتصل قال له انت قاعد على قنبلة ولو قمت هتنفجر، وانا معايا جهاز التفجير. ابنه بيقول له انا عايز اشرب يا بابا. المتصل بيسمع صوت ابنه ويقول له كويس ان عيالك معاك، عشان لو ما عملتش اللي انا عايزه هفجركم كلكم. ليه بيقول له انت عايز ايه؟ المتصل بيقول له حط ايدك تحت الكرسي. ليه بيمد ايده تحت الكرسي وبيلاقي القنبله في اهله؟ المتصل بيقول له ده قنبله حساسه بالضغط زي اللغم كده، ولو قمت من عليها هتنفجر وتموت انت وعيالك. ليه بياخد بعضه ويمشي من البنزينه ويقول له انت عايز ايه تاني؟ قال له جهز لي 960 الف دولار نقدا، وهبعت لك معلومات حساب البنكي، ويبعت عليه 1,726,000 دولار، ولو ما عملتش كده هفجر القنبله. لما بيوصل عند المدرسه بتاعت ولاده ويجي ينزلهم بيمنعهم من النزول. المتصل بيقول له قول لاولادك ان في قنبله في العربيه. بنته قالت له طيب ما تبلغ الشرطه. المتصل بيسمعها ويقول له لو اتصلت بالشرطه او عرفت حد افجر. ليه بياخد الموبايل بتاعه ويصور اللي تحت الكرسي ويتاكد انها قنبله فعلا. المساعد بتاع ليه في الشغل بيتصل عليه. المساعد بيقول له الحقني في شخص مجنون حط قنبله في العربيه ومراتي معايا، وبيقول لو حد نزل هفجر. المتصل بيقول له روح عند المساعد بتاعه وهديه وقول له يبعت الفلوس هو كمان. ليه بيروح عند المساعد بتاعه ويلاقيه هو ومراته قاعدين في العربيه، بس مراته عايزه تنزل من العربيه وجوزها بيمنعها. ليه بيقول لها ما تنزليش خليكي جوه عشان في قنبله فعلا، ولو حد نزل هتنفجر. ليه بيكون موقف الطريق وراه والناس عماله تزعق وتزمر له عشان يتحرك. بيتحرك بالعربيه عشان يفتح الطريق، وهو بيركن مرات المساعد بتاعه بتفتح باب العربيه وتخرج، وبتقوم العربيه متفجره بيه. بيروح يشوف ايه اللي حصل، بيلاقي العربيه اللي فيها المساعد ومراته اتفجر. بنته بتصرخ وبتقول الحق يا بابا. بيبص على ابنه بيلاقي رجله عماله تجيب دم. بيخلع الكرافته ويقول لبنته اربطيها على رجله عشان الدم يقع. المتصل بيقول له ما تروحش المستشفى غير لما تبعت الفلوس، ولو رحت هفجرك. ليه بيقول له هديك كل الفلوس اللي انت عايزها، بس خلينا نروح المستشفى. المتصل بيقول له لا، الفلوس الاول وبعدين المستشفى. ساعتها الشرطه بتكون في طريقها لمكان السياره اللي اتفجر. ليه بيقول له بنته شد الرباط اكتر على رجلين ابنه عشان الدم يقف، لانه مش عارف يروح المستشفى. المتصل بيقول له ادفع 960 الف نقدا و3 مليون و400 الف حولهم على الحساب. ليه؟ قال له هما مش كانوا 1,700,000؟ المتصل قال له ده نصيبك ونصيب المساعد بتاعك اللي مات. ليه بيقدر يجمع 2,600,000 ويحولهم للمتصل؟ بس بيقول له المتصل ازاي هروح اسحب ال 960 الف دولار من البنك وادهم. المتصل بيقول له خلي مراتك تروح تسحبهم هي. في الوقت ده الشرطه بتشوف شرايط المراقبه بتاعت الكاميرات اللي كانت بتصور المكان، وبتقدر تتعرف على عربيه ليه، وبتشك ان هو اللي عمل كده. ليه بيتصل بمراته وبيقول لها روح اسحب الفلوس من البنك. المتصل بيقول له خليها بعد ما تسحب الفلوس تاخدها وتروح لورا البنك وتسيب الفلوس هناك. ليه بياخد العربيه ويروح عند البنك عشان يتاكد ان مراته سحبت الفلوس فعلا. مراته بتقول له انا سحبت الفلوس اعمل ايه؟ ليه بيقول لها خد الفلوس وروح ورا البنك. بتاخد الفلوس وتروح ورا البنك، وفجاه الامن بتاع البنك بيقبض على واحد. ليه بيفكر ان ده المتصل، وفجاه بيلاقي قنبله بتنفجر جنب مراته، بس مراته مش حصل لها حاجه. المتصل بيكلمه يقول له انا اللي عملت كده عشان مراتك بلغت الامن بتاع البنك وقبضوا على واحد تاني كانوا فاكرينه انا. الشرطه بتعرف مكان ليه وتروح عشان تقبض عليه، وبتقول له انزل من العربيه، وطبعا هو لو اتحرك من على الكرسي العربيه تنفجر. ليه بيقرر يهلب بالعربيه وياخد العربيه ويطلع يجري من الشرطه. دوريات الشرطه بتبدا تضربه بعربيات الشرطه والطيارات وهو بيحاول يهرب منها. الشرطه بتفضل تضربه لحد ما الطياره بتيجي قدام العربيه وتحصره وتوقف. المتصل بيقول له
بتحاول تهرب، وليه بيقول له انا متحاصر مش هقدر اهرب. قائد الشرطه بيروح لعنده وبيقول له سلم نفسك وانزل. ليه بيقول له مش هقدر انزل عشان لو قمت من على الكرسي في قنبله تحتيها تفجر بيا. المتصل بيقول له قول للشرطه لو ما خليتونيش امشي هفجر العربيه. قائد الشرطه بيقول له انت كداب، مش دول اطفالك؟ ازاي هتفجر العربيه ودول اطفالك؟ الشرطه بتقرر تحاصر العربيه من على مسافه 50 متر وجابت قوه مكافحه التفجيرات. قائد الشرطه وزع القناصه على المباني وقال لهم لما نخرج الاطفال من العربيه اضربوا ليه بالنار. قاده مكافحه التفجيرات بتروح لعنده وبتقول له خلينا ناخد الاطفال. ليه بيقول لها محدش هيقدر ينزل من العربيه، وبيوريها ان في حد معاه على التليفون وانه مش بيعمل كده من دماغه. القائده بتبص لبنته اللي بتهزلها راسها وتاكد كلام ابوها. القائده بتحط جهاز ارسال في كيس فيه ميه عشان الشرطه تقدر تسمع الشخص التاني، وبتشاور للشرطه عشان يسمعوا جهاز الارسال. ليه بيفتح السبيكر عشان المتصل يتكلم والشرطه تسمعه، بس المتصل بيبعت له رساله على الواتساب بيقول له ارمي جهاز اللاسلكي، وبيقوم ليه رامي جهاز اللاسلكي على الارض. وبعد ما يرميه المتصل بيتكلم ويقول له انا عارف ان في جهاز لاسلكي. ليه بيتاكد ان المتصل موجود في المكان وشايفه، وعشان يتاكد اكتر بيقفل السبيكر ويزمر بالعربيه ويقدر يسمع صوت الزماره تاني في ودنه. بيلاقي واحد بيتكلم في التليفون بيشك ان هو المتصل، وفجاه الشبكه بتتقطع وبنته بتقول له ان الشبكه راحت من تليفونه. القائده بتيجي وتقول له ان هم قطعوا شبكه عن المنطقه، وبكده محدش يقدر يفجر القنبله عن بعد. الشرطه بتجيب الكلاب عشان تشوف مكان القنابل فين بالظبط. بيلاقي قنابل تحت الكرسي بتاعه والكرسي اللي جنبه، لكن الكنبه اللي عليها الاطفال مفيش تحتها حاجه. بيخلعوا ببان العربيه وبياخدوا الابن، لكن البنت مش بترضى تنزل من العربيه وبتقوم نطه قاعده في الكرسي الامامي اللي تحت القنبله. القائده بتقول لها عملت كده ليه؟ البنت بتقول لها مش هخرج من غير ابويا، لان في قناصه مستنيني اخرج وبعدين هيقتلوا ابويا. البنت بتصعب على ابوها وبيقوم حضنها. الشرطه بيجي لها بلاغ ان اخو المتهم عايز يروح له عشان يقنعه انه يسيب البنت. اخوه بيروح عنده، بس ليه بيسأل نفسه مين ده، وبيكون هو المتصل. بيقول له انا المتصل. ليه بيخاف على بنته ويمسك ايده. المتصل بيقول له كويس انهم قطعوا الشبكة عشان اجي لك بنفسي.